اللي حاببني في رسم الكاريكاتير ان هو سريع الطلقات، يعني لما بيعجبناش حاجة موجودة اللي هي بعض الإسقاطات على الوضع اللي احنا بنعيشه في الفترة دي بتقدر تعبر عليه بالرسم السريع. الشروط اللي ممكن تتوفر في رسام الكاريكاتير يرسم كتير، انه يبقى مطلع على رسومات رسامين الكاريكاتير الكبار. ميزة رسام الكاريكاتير انه يبقى في الاخر خالص انه يبقى صاحب اسلوب مميز. الحاجة التانية، اهتم جدا بالقراءة والاطلاع اليومي على الاحداث اللي جارية سواء سياسية او اجتماعية او رياضية، ولازم اكيد هو اول واحد بيتأثر بيه فبيبدأ يعبر برشته ورأيه الشخصي في الاحداث اللي جارية. حتة الاستغناء عن رسم الفري هاند او اليد، استخدام اليد الريشة، وعن ان احنا نستبدلها بالكمبيوتر، لا ما هو ده موجود، بس تعالي حضرتك امسكي الفن اللي بيرسم اللوحة بالايد وبالكمبيوتر، هتلاقي نفسك انت كمتلقية في الرسم اليدوي في روح، في احساس. انا بقول ان الآلة دخلت في الحاجة فقدت الاحساس في اللوحة. تأثير فن الكاريكاتير كان في الفترة اللي فاتت في التسعينات، أنا أتصور وأتذكر أنه شال وزير، يعني قد إيه هو كان مهم، واللي قام بيه طبعاً الأستاذ مصطفى حسين. أنا الجيل اللي فات، الجيل الكبار، الناس اللي رحلت، كانت قد إيه بتقدر الفن بصفة عامة وبالأخص فن الكاريكاتير.